أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. وبعد، نحن جماهير المجلس البلدي والعسكري جاد نقف اليوم هنا أمام مفوضية الانتخابات وقفة غضب واحتجاج على ما آلت إليه الأمور من ترشح جلادي الشعب الليبي والسفاكي دماءه الطاهرة الزكية. ونقول بأننا أبرياء من انتخابات لا توجد بها قواعد دستورية تضمن للشعب الليبي الحبيب حقوقه الدستورية والمدنية، وما يحدث العكس وهو انتخابات تنادي بديكتاتورية جديدة مبطنة بديمقراطية زائفة، وكأنهم ينادون بانقلاب جديد ضد حرية الشعب الليبي. من قبل هؤلاء الذين يسفكون دماء الأبرياء في كل اللحظات المناسبة لهم، وعليه نطلب أولا بمحاكمة كل من كان له يد في سفك دماء الشعب الليبي ومن انتهاك حقوقه. 2، إيجاد قواعد قانونية دستورية توافقية لتضمن للشعب الليبي حقوقه بكافة مكوناته ثالثاً، استبعاد كل من كان لهم اليد في إفساد المناخ السياسي في ليبيا والانقلاب على الشرعية، وندعم جميع القرارات المدنية والعسكرية بحكومة الوحدة الوطنية. 4، نطلب من القضاء المحلي ضرورة الإسراع بمطالبة الجنايات الدولية بوقف المجرمين أمام منبر العدالة المقدس، ومحاكمة كل من كان له جرائم حرب ضد الليبيين والتحقيق معهم في الجرائم التي ارتكبوها للسنوات الماضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.